بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم ما بعد، مع التوبيك رقم 42 في البي جي بي، واللي هو البي جي بي كونديشنال راوت انجكشن. يعني ايه كونديشنال راوت انجكشن؟ احنا في السيشن اللي فاتت اتكلمنا على الكونديشنال ادفرتايزمنت، ان انا مش هعلن حاجه للي فوق مني او للي جنبي اذا كان في لينكه معينه موجوده في الراوتنج تيبل انا هشاور عليها. طيب امال ايه موضوع بقى الايه الكونديشنال راوت انجكشن؟ الموضوع ده يشبه في شكله مضمونه عملية الانسب ريس اللي احنا كنا مرينا بيها، لما يبقى عندك اجريجيت ادرس معمول على مجموعة من الشبكات وعايز تقول ان في شبكة وسطيهم مش عايزة تخش في الاجريجيشن، بتعمل انسب ريس ماب. هنا الحوار ده بتاع الاجريجيت ادرس بيتعمل على الراوتر اللي بيوريجينيت الراوت، تمام؟ لكن الفيتشر اللي احنا هنستخدمها هنا واللي هي تشابه تحديدا الانسب ريس ماب، هي ممكن تعملها في اي راوتر، اي راوتر في السكه هيقابلك تقدر تعمل في الموضوع ده، لكن بشروط وكونسيدريشن لازم تاخد بالك منه. احنا معانا نوتس هنا هنقرا اللي موجود فيها. بيقول لي the conditional route injection or the CRI is the special feature that allows the ABGB speakers to de-aggregate a particular prefix. The aggregation is critical to the large-scale routing for reducing routing table size and increasing stability. The CRI operation is the opposite of the aggregation. بتفك حاجة من حزمة معينة. It is and its purpose is to create a specific prefix at the administrator discretion. This may be useful for optimizing routing by advertising some prefix subnets of the aggregate across the certain band. يعني ايه الكلام والرغي الكتير ده؟ تعالى على التوبولوجي بتاعتنا. سي ان انا عندي مجموعه من النتوركس جايين من الاوتونوموس سيستم 1001، وجم هنا وجم هنا هنا، وبعدين جو عندي في الايه في 65001 اللي انا ايه شغال فيها. هو جاي، هم أربعة من الشبكات مثلا جايين معمول لهم أجريجيشن وجايين بإيه؟ ببريفكس واحد هنا وببريفكس واحد هنا، وهيبتدوا بقى إيه؟ يبقوا موجودين في الأوتونوموس سيستم بتاعي، وممكن كمان أعلنهم لإيه؟ لحد تاني. قال لي بس خلي بالك هنا، أنت عايز واحد من الأربعة اللي معمول لهم أجريجيت، زي مثلا إن الطريق المفضل ناحية راوتر 1 lowest router ID او preferable او whatever، بس انت عايز بريفكس من الاربعة دول يطلع ناحية router 2، ومش عايز تابلاي اي policy على الراجل اللي قدامك، يعني مش عايز تقول له حاجة، ولا انت عايز منك لنفسك كده هنا تقول ان اي البريفكس الفلاني في الحزمة دي انا هطلع له من خلال راوتر 2، والباقي يطلع بالديفولت بتاعه من خلال ايه راوتر 1. انت ما كنتش تقدر تعمل الحدوته دي في الانسب ريس ماب، لان الانسب ريس ماب انت محتاج تعملها على الراوتر اللي بيوريجينيت الراوت نفسه، ان انت تفك بريفكس معين من المجموعه وتخليه ايه يطلع بطوله لوحده. هنا في حته الكونديشنال راوت انجكشن انت تقدر تعملها في اي مكان، ماشي؟ ده معنى الايه الجملتين دول. بعد كده بيقول لي the CRI is similar to the BGP ansible REST feature but it will work on any router not just the one originating the aggregate prefix. The lack of information about the prefixes that were summarized, you must explicitly set the prefix to be injected into the routing table. انت محتاج تعرف راوتر 2 او اللي احنا هنشتغل عليه طبعا مين البريفكس اللي في المجموعه اللي انت محتاج ايه تخرجه. بعد كده بيقول لي to configure the CRI you need two route maps. The first route map الاولانيه specifies the prefixes to be injected into the BGP table by means of set IP address prefix list
اللي انت هتقول عليها، مين اللي هنطلعه من الحزمة، بالإضافة to setting the prefix. You may also set other BGP attributes زي ال weight أو local preference أو origin. يعني انت دلوقتي هتفك من من الحزمة اللي جاية معمول لها aggregate هنا prefix معين، واحد منهم، ومش بس ممكن تفكه، لا انت ممكن تassign لي بعض ال attributes زي ال weight أو local preference أو 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 where am I؟ Okay. The AS path attribute is reset to an empty list to reflect the fact that the prefix were originating in the local AS. هو البريفيك المجموعة دي أصلا مش جاياني معمول لها aggregation. لما أنت تفك واحد هنا قال لي اللي هتفكه ده أو اللي هتدخله أو اللي هتعمل له انجكت في البي جي بي في المنطقة دي مش هيبقى يحتوي على أي اتريبيوت، هتبقى الليستة بتاعته أصلا فاضية ما فيهاش أي حاجة، حتى لوكال اللوكال بريفرنس اللي بيجي يعمل لها جنريت الأي بي جي بي مش هتبقى موجود. anyway هنشوفها في اللاب بتاعنا. بعد كده بيقول لي the new prefixes don't have the local preference value assigned to the and the weight attribute is reset to zero unlike the 32768 the for locally originated prefixes. This could be changed by setting the values manually. ممكن تغير ده بايدك. بعد كده ده كله طبعا ايه في الايه في الراوت ماب الاولانيه اللي هتشاور على البريفيكس. التانية بيقول لي the second route map defines the condition that must be met for the new prefixes to be injected. ايه لازم يبقى كمان في condition عشان انجكت الراوت ده. يعني دلوقتي انا جايني aggregation من فوق، والaggregation ده انا مطلع منه واحدة كده خليتها مفردة، لازم يبقى في شرط، والشرط ده على سبيل المثال اني طول ما الaggregation جايلي وموجود عندي انا هانجكت الراوت اللي انا قلت عليه ده ايه يطلع مفرد بعينه. لو الاجريجيشن مش موجود لا انا مش هانجكت اي حاجه. This route map must have two match statements. هتماتش ايه وايه دي اللي هي السكند. The first statement is match the IP address prefix list which is the map 2 هنسميها map 2 and it's match the prefix list defining the aggregate prefix البريفيكس الكبيره اللي جاياني من الابستريم سيرفيس بروفايدر او الابستريم اي اس. This prefix list should match the IP address of the BGP peers that advertise the aggregate to the local router. يعني لازم ابقى حاطط الاي بي ادرس للبي جي بي نيبر اللي شغال معايا في الراوت ماب الثانيه. هنشوف برضو في اللاب كمان شوية. And the IP address used to establish the BGP session with the peer that send the update to the local system. The two route map are then used as follows. The router BGP AS, BGP inject map 1 في حالة وجود الماب 2. طيب الكلام طبعا ربما في الconfiguration شوية vague، فخلينا ايه نروح على اللاب ونشوف هنطبقه ازاي. انا عندي على راوتر 40 هنكريت مجموعة من اللوب باكس تبتدي ب 172 121 ونخش جوه البي جي بي نعلن عنها في الراوتر ده هنا ونشوف هتنتقل ازاي وتوصل والاوتونوموس سيستم 65000 واحد هيفضل يروح لها ازاي. ادي عملنا الاجريجيشن بالسمري اونلي، يعني مش هيطلع غير واحد بس بسلاش بسلاش كام بسلاش 22. وات ايلس وبعد كده هنروح نكرييت على راوتر 2 الانجكت. خلينا الاول نكرييت اول جزء، خليني اطفي ده الاول مش محتاج اي حاجه من هنا.
انا دلوقتي كريت مجموعه من اللوب باك واعلنتهم داخل البي جي بي، وكمان عملت لهم ايه اجريجيشن. المفروض دلوقتي هيوصلوا عندي الراوتر 2، لسه ما وصلوش. نشوف وصلوا الراجل ده اللي فوق ولا لا. وصلوا، بس الاجريجيشن بياخد تقريبا 30 ثانية. let's just clear it. Clear IBGB star soft. Okay, now we have it. نرجع تاني لراوتر 2 نشوف. ننتظر قليلا. Just taking the effect. وصلني 3 2. I'm sure why. Okay, now we have. عندي ادي الاجريجيشن معروف من جاي من جوه خلال الريفلكتور راوتر 6 وراوتر 1. راوتر 2 بيقول انا شايف من هنا وشايف من هنا، بس انا بفضل الاي بي جي بي على الاي بي جي بي 20 تفوز على 200. راوتر 6 نفسه كريفليكتور جوه شايف ايه؟ شو اي بي جي بي؟ قال لي بص البريفكس ده جاي لي من طريقين، من الاوتونوم سيستم 65003 ومن 65002، بس انا هفضل راوتر 1 اللي هو الايه؟ لان هو اللوست راوتر اي دي، لان كل حاجه متساويه، فانا هفضل الراجل ده. راوتر 2 جايني بس مش ايه، مش بيست معايا. اسلم انا مفضل ده. طيب اوكي، طيب تعال دلوقتي نشوف احنا هنمشي الموضوع ازاي. على راوتر 2 هيحصل عندي البوليسي دي، معلش هي كومنت كتيرة بس خلينا نشوف بتتكون من ايه. أول بريفكس اسمه الانجكت بريفكس. طيب خلي بالك أنا أعلنت في راوتر 40 عن 4 شبكات اللي هم 0 و1 و2 و3، وعملت لهم اجريجيشن. فلما نزلوا هنا عندي في الاوتونوم سيستم 65001 بسلاش كام؟ سلاش 22. ماشي، طيب ممتاز جدا. يبقى انا دلوقتي هقول ان 3 تطلع بره الحزمه اللي هي دي، تطلع بره حزمه. خلي بالك الكلام معمول على راوتر 2. البريفكس ده هيطلع بره الحزمه، وطالما طلع بره الحزمه هيطلع بسلاش 24. يعني راوتر 2 هيعلنوا للاوتونوموس سيستم ده كله بسلاش 24، الاجريجيشن جاي من فوق بسلاش 22، فاللونجست ماتش يفوز هنا عشان عمليه لاندنج. طيب ده اول بريفكس معايا او اول سطر معايا. البريفكس الليست الثانية المفروض بتشاور على الاجريجيشن كله اللي جايني من فوق عند راوتر 2 اللي هو 172 121 00 سلاش 22 اللي هو معمول له سامري من فوق. البريفكس الليست الثالثة بتشاور على النيبور اللي انا عامل معاه البي جي بي واللي هو راوتر كام هنا؟ راوتر 13.
ماشي. بعد كده هنبتدي نكريت الراوت ماب بتاعتنا. اول راوت ماب اسمها الايه، الانجكت ماب. الانجكت ماب هنجيب جواها مين؟ هنجيب جواها البريفكس اللي احنا عايزين نعمل له ايه، انجكت. انجكت بريفكس دي اول راوت ماب ايه معاك. وزي ما قلت لك ممكن تحط له اي اتريبيوت انت عايزه، سيت اي جي بي، سيت متريكس، سيت بلا بلا بلا، سيت اللي انت عايزه. الراوت ماب الثانيه اسمها ايه، راوت ماب اكزيست ماب، سماها ده اسم ليه. ولو لاحظت من النوتس اللي احنا كنا بنقراها بيقول لك ان الراوت ماب دي لازم يبقى فيها سطرين، لازم تماتش على حاجتين، تماتش على الاجريجيت نفسه اللي هو ده، وتماتش على السورس اللي جايب لي الراوت اللي هو راوتر 13 اللي هو هنا ده، ادي بتماتش حاجتين تمام. نفس الراوت ماب deny inject prefix deny ده دي راوت ماب ثالثه. هنا ليه الراوت ماب الثالثه دي؟ بيقول لي deny 10 واسمح لاي حاجه، بيقول لي match the IP address prefix list inject map. خلي بالك المفروض ان البريفكسز دي جايه من فوق وجايه معمول لها aggregation بسلاش 22. لما انت تيجي تفك واحد وتخليه سلاش 24 اللي هو هيبقى سلاش 24، المفروض ان ده داخل البي جي بي. فممكن راوتر 2، وده راوتر 2 اللي هيعمله، راوتر 2 هيعلنه للناس اللي موجودين هنا، وكمان هيبعته لمين؟ هيبعته للاوتونوموس سيستم اللي فوق. فانا عايز اقول لراوتر 2 ما تبعتش البريفكس اللي انت عملت له فك من الحزمه ده، ما تبعتهوش فوق. فانا هنا هاجي اقول له ايه، deny 10، والبريفكس اللي انا فكيته اقول له ايه، ما تبعتهوش للنيبر اللي فوق. ادي هطبقه حتى في ايه، في راوت ماب خاص، في 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 كوماند خاص بيه داخل البي جي بي. لكن الحدوته اللي فوق دي كلها خلصانه بالكوماند ده. الكوماند التاني ده مطبق فقط مع الراوت ماب الاخيره عشان ايه، راوتر 2 ما يبعتش الراوت لمين، راوتر 13 هنا. اوكي تعالى نشوف الموضوع هيتم ازاي دلوقتي. نرجع على راوتر 2 نسخهم. لاحظ قبل ما ننسخ اي حاجه انا ما عنديش غير ايه، البريفكس ده 22 سلاش 22. نيجي على الراوتر 2 نقول له طبق. نروح لراوتر 6 نشوف ايه القصة. نلاحظ ايه، ان في بريفكس زاد عندي اللي هو 324 اللي احنا شاورنا عليه. وشوف هنا البيست بتاعه مين، من خلال راوتر 2. يعني اي حد راح يكلم الشبكة دي او حد في الشبكة دي هيطلع من خلال ايه، راوتر 2. فيما عدا ذلك مين هيبقى المفضل؟ راوتر 1 تمام. دلوقتي في برضو مشكلة هتحصل معايا. راوتر 1 استلم البريفكس اللي هو 3 اللي اتفك من الحزمة وهيفضله ناحية 2. تعال نشوف راوتر 1 هنا. شايف مفضله ناحيه مين؟ ناحيه راوتر 2. والاجريجيشن الثاني اللي هو بسلاش 22 موجود هنا من خلال راوتر 19. والسؤال، هل راوتر 1 هيبعت الاجريجيت لراوتر 19؟
اللي احنا فكيناه، سوري شوف 19 كده. بالفعل بعته، وهتلاقيه بينتقل. ده طبعا ايه هيعمل عندك مشكلة. انا مش عايز البريفكس ده يلف كده وهو اصلا ملوش وجود هنا، هو ليه وجود هنا. انا عايز راوتر 2 يعمل ايه؟ يأجريجيت البريفكسز كلها الخاصة ب172 دي، يطلعها بكام مثلا، بسلاش 16 او بأي حاجة تانية، او امنعه نفسه ان هو ايه يبعت البريفكس ده لفوق اللي هو كام، اللي هو 3 ده. ممكن تطبقها باكتر من ايه، من اكتر من طريقة. طيب احنا محتاجين برضو زي ما اتفقنا راوتر 1 يمتنع عن ارسال السبيسيفيك بريفكس اللي هو ايه فكه من الحزمة، ونمنعه ان هو يبعته للايه، للابستريم اي اس. طبعا تقدر تمنحها بطرق كتير، يعني منها ان احنا هنعمل لها مثلا ايه بريفكس ليست عند راوتر 1 نقول له امنع 3 ده اللي هو هنا، نمنع 3 ده ان هو ايه انك تبعته ل 19. هنيجي على راوتر 1 هنا اللي هو المقابل، نكريت له بريفكس ليست خاصه بيه، هنقول له اي بي بريفكس ليست نسميها deny ثلاثة أي حاجة، و بيرمت عشان ما تعملش كونفيوز أبي بريفكس ليست نتورك ثلاثة بيرمت البريفكس ده. و اي بي بريفكس ليست نت 3 بيرميت اي حاجه تانية 000 سلاش 0 less than 32، ونطبق الموضوع ده مع النيبر داخل البي جي بي. النيبر 19 prefix list network 3 out، ونعمل clear do clear ib pgb start soft. نروح ل 19 دلوقتي تاني، نشوف هنلاقي ان الامر كده ايه على طبيعته. يبقى الاوتونوموس سيستم ده بس وده عارف ان في بريفكس ليست 3 لوحده موجود بره الحزمه. ادي راوتر 6، خلينا نرجع تاني ل6، ادي موجود وهيطلع له من خلال ايه، من خلال راوتر 2. 52 طبعا هيسمع، لو انت عايزه ما يسمعش على 7 هتعمل نفس الحدوتة اللي عملناها في الاخر على راوتر 1. دي راوتر 52 شو اي بي بي جي بي، ادي 3 وادي اللي احنا فكنا. بص وكأنه جاي من مين، جاي من 65001، كأنه اتولد في المنطقة دي، لكن هو اصلا ملوش وجود هنا، هو اصلا موجود فين، فوق خالص. ده اسمه ايه بقى الموضوع ده؟ طبعا الحوار ده لو البريفكسز دي او الاجريجيشن اختفى من راوتر 2 او السورس بتاع البي جي بي مش موجود، الراوت ده هيتشال من الايه، من الانجكشن، هيتعمل له ايه فلاش، هيتبعد عن الايه الراوتينج تيبل بتاع البي جي بي. تعال نشوف، هنوقع الريليشن من
راوتر 2 ما بين 13 ونشوف اللي هيحصل. انترفيس E01 او الشت داون النيبور اي حاجة شو ران سيكشن بي جي بي انترفيس E01 شت داون. المفروض اول ما اقفل اللينكة دي الراوت اللي انا عملت له انجكت يختفي، لان انا خلاص السورس اللي جايب لي الراوت وبماتش عليه في الراوت ماب مبقاش موجود. تعال نشوف هل هيختفي عندي 6. ادي الراوت ايه اختفى من عندي. وانس ان اللينكه تقوم تاني والسورس يبقى موجود اونلاين هتلاقي الايه الانجكتد راوت رجع تاني. نو شو should see it right now. Yes, sir. Adjacency also. ادي البرفكس ايه رجع تاني مره تانيه. ودي حدوته الايه الكونديشنال راوت انجكشن. والسلام عليكم ورحمه الله.